أشرف الفريق أحمد قايد صالح اليوم بوهران على إطلاق مناورات إبرار البحرية المسماة طوفان 2018، وهي مناورة ضخمة استعمل فيها أحدث الوسائل العسكرية والمعدات الحربية. وتأتي العملية في وقت يقوم فيه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بنشاط مكثف للوقوف على مدى جاهزية الجيش الجزائري للتصدي لأي تهديد، حيث أكد على ضرورة أن يبقى الجيش دائما متوافقا مع متطلبات أمن البلاد. أنتم مكانتم وأنتم مسلمتم شباب. جهد الجيش يجب أن يظل متوافقا مع متطلبات أمن الجزائر، هي رسالة الفريق أحمد قايد صالح من وهران قبل إشرافه على إطلاق مناورات إبرار البحرية الضخمة المسماة بطوفان 2018، والتي تشارك فيها وحدات الجيش البحرية والبرية مسنودة بوحدات جوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم باستعمال أحدث العتاد العسكري والمعدات الحربية بالواجهة البحرية الغربية للناحية العسكرية الثانية. العقيدة تاعنا والاستراتيجية تاعنا هي معمولة باش نطور جيش. مناورات ضخمة سبقتها تحركات ونشاط مكثف من قبل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الذي وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى واستعداد مستمر للتصدي لأي تهديد. فهو المؤكد أن القوات المسلحة في كافة ربوع الوطن تولي المهام المخولة لها كل العناية التي تليق بها بشكل يدفع كل إطاراتها وأفرادها ويحفزهم على أداء هذه المهام على الوجه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي، بما يكفل بلوغ المردودية العالية المطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال. رسائل تتزامن وكما هو معروف مع الوضع الإقليمي المعقد الذي تشهده منطقة الساحل الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط، وكذا توتر العلاقات الجزائرية المغربية التي قد تفضي لوقف التنسيق الأمني بين الجارتين، نظرا للتحامل المستمر لنظام المخزن على الجزائر رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الخارجية الجزائرية لتجاوز الخلافات وإذابة الجليد الحاصل بينهما منذ 96. مناورات طوفان 2018 بوهران تأتي كذلك وحسب متابعين كرد من الجزائر على مناورات الأسد الإفريقي التي شهدتها منطقة الساحل نهاية الشهر الفارط، والتي غابت عنها الجزائر وشاركت فيها إلى جانب الرباط وحدات عسكرية تضم 15 دولة من أوروبا وإفريقيا بما فيها القوات الأمريكية الخاصة، في رسالة مباشرة على الرفض الجزائري القاطع للتواجد العسكري الأجنبي، وكرد من الجيش الجزائري على قدرته على مواجهة والقضاء على فلول الإرهاب.